السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جينا لواحد الدرس كيفاش نديرو نخدمو مخدة دائرية على هذا الشكل كما كتشوفوا هنايا بهاد التقواس هنا في الجنب اللي كتعطينا هنا في الجنب. الطريقة سهلة، المهم حاولوا نتوما غير تتبعوا الدرس من الاول حتى الاخر. الا فهمتوا كيفاش ديروا تفصلوا القالب او الجباري، كيفاش ديروا تفصلوا الطريقة الصحيحة، غتحطوا الموديل كما هو. سهلة 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 بزاف. الا كان الدرس سهل ما تنساوش لايك، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك اذا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. السلام عليكم، دوزوا الدرس. توب اللي غنفصل عليه القالب هو هذا اللي غادي نخدم عليه الجباري كما تنقولوا حنا، ولا القالب يعني كل كيفاش. هذا التوب هذا عندي تقريبا فيه في القطعه 45 سنتيم على شكل مربع. العبار اللي كاين هنا هو اللي كاين هنا 45 سنتيم. انا ما يهمش هذا العبار هذا، غير المهم خصنا حنا غير باش ندير الدائره ديالي في خاطري. يعني انه بالمره الاولى غنطوي هاد التوب بهاد الطريقه على جوج هكا على اثنان، ونولي نطويه على هاد الطريقه هادي كما كتشوفوا هنا. شحال غادي ندير؟ ها نتوما شوفوا معايا، غادي ندير 18 سنتيم هي اللي غادي نديرها، نجيبها دايره يعني 18 سنتيم هي اللي غادي تجي دايره، هي هاد القياس هذا. غتلقاوها مكتوبه عندكم في الشاشه. يعني الدوره ديالي صوتها كما كتشوفوا هاد النقاط اللي هما دايرين هنايا، وتنقطع بسم الله الدوره ديالي كامله هي هادي. عطاتني الدائره ديالي، الدائره هي هادي كما كتشوفوا. انا ما تنحلش الدائره كامله، تنولي نقسمها لان عندي الغرض. ها انتما تشوفوا باش تعرفوا باش عندي الغرض، باش راه العمده كلها على هذا القالب هذا. تنولي نقسمها بهذه الطريقه لان لا هيئه القالب صافي تهنيت. تنحيد هذا النصف هذا وتبقى لي هذا، وتنولي هذا عاوتاني تنولي نقسمه بهذه الطريقه هذه. تنحيد هذا النصف ونخلي هذا، ونولي نقسم هاد القطعه هادي بهاد الطريقه. هادشي كامل هي باش نحصل على هاد القطعه هادي. من بعد بالنسبه للطرف اللي عندي هو هذا، بالنسبه للطرف اللي عندي كنجيب طرف في هاد القطعه هادي، تنطويه على اثنان يعني تنطويه على جوج وتنقادو، وكنجيب هاد القطعه هادي اللي انا فصلت اللي خرجت منها القالب. راه غنحتاج تقريبا اكثر من جوج ديال الطراف بحال هكا، ولاني كنشوف القياس اللي يكون من هذا المكان هو اللي يكون من هذا المكان نضبطو باش ما تجينيش عوجه ولا مايله لهاد الجهه، باش نحاول نحط الجباري ديالي القالب ديالي نحطو مضمون. هنا تنعبر تلقى سنتيم ونصف، وهنا نفس المسافه سنتيم ونصف. اذا تنتبع عليه حتى كنقبض عباري بهذه الطريقه هذه. تنقبض العبار ديالي باش نعرفها. هنا درت هاد الحركات هادو هنا غير باش نعرفها فين تحدات. من بعد تنولي نتاكد غير شحال كاين هنا السنتيم 15، تندور صافي تنطلع معاك نيشان يعني بقطعه هكا مقاده. هذه حنا قطعنا النبلوله، تبقى خصنا نكملوا الطرف ديالنا. هنا تيخصني ندير حساب الخياطه اللي انا غنشتغل عليها هي هذه، يعني هنا غتخيط باش تعطيني القياس. يعني كنخلي هاد التوب هذا اللي يمكنش غنفصل هنا ونخيط وغيجيني ضيقه، وكنخلي حساب الخياطه اللي غتكون هنا. في نفس العمليه تنخلي حتى هنا الخياطه ديالي وين تكون مسافه واحده، يعني المسافه اللي غتكون من هنا هي اللي غتكون من هنا تقريبا بهذه الطريقه هذه. نفس العمليه حتى من هنا
هنا فصلت هنا انتبهوا معايا ها نتوما انتبهوا تنحاول نهبط تقريبا بتسعود ديال السنتيم 9 سنتيمترات يعني 9 سنتيم هو اللي غادي ندير حتى هنا يعني غنعلم عليها ها هي الغرض عندنا هي بهذا القالب الا حطيت هذا القالب انا وريتكم الطريقه كيفاش ديروا تفصلوه والطريقه اللي هي سهله ما صعيباش تنعلم عليه بهذه الطريقه ها نتوما شوفوا تنولي نفس العمليه حتى هنا تنعلم على الرشمه اللي انا رشمت دابا حنا فصلنا هذا دابا عاد نفصلوا القالب اللي هو غادي يكون حقيقي اللي غادي نشتغلوا عليه اللي هو غنوريكم دابا هو هذا عاد غادي نفصلوا عليه اللي غنكونوا دائما من الاحسن ديروه في ورق مقوى يعني في كرتون يعني ورق يكون بحال هذا الكاغيط هذا يعني يكون هكا مقوى باش يصبر ولا كارطون يعني كارطون تيكون في قراعي الزيت تيكون في بزاف ديال المواد الغذائيه وداكشي حتى هذاك تيكون مزيان حتى هو من الاحسن هنا دابا غادي نجيو نفصلو القالب ديالنا اللي هو غادي يكون اصلي واش يبان لكم هنا مزيان ولا ما يبانش غنشوف راه تيبان هنا ها نتوما شوفوا معايا شنو غندير هنا تنعلم بالسيلو في هذا المكان هذا دابا هنا شوفوا معايا شوفوا شنو غندير كنعبر هنا شحال بقى لي ديال السنتيمات في هاد العلامات هادو اللي حنا هبطنا يعني بقى لي هنا 11 حتى هنا تنخلي تقريبا 11 داكشي اللي بغيت انا يعني 5.5 ها هي ها هي هي هادي دابا عاد تنحاول نهبط تنجيبها من هنا ماشي من هنا هكا كنجيبها من هنا باش تعطيني ما تعطينيش الديفو ها نتوما شفتوا يعني تنجيبها مهاد الدوره هذه بها تنكمل تما وتندير الخط ديالي اللي انا اشتغلت عليه هو هذا فين جاني الراس هنا تنولي ندير خط لهذا المكان باش ندير العلامات ديالي اللي انا اشتغلت عليهم انا علمتهم هما هادو اللي غادي يكون فيهم رشمات ومن بعد دابا هنا تنفصل القالب ديالي اللي هو حقيقي واللي هو غنشتغل عليه ونفضل انكم ديروه في الكرتون يكون حسن وهانتوما غتفهموا علاش درت هاد الطريقه هذه نعلم هادو هما وهانتوما غتفهموا تا هما علاش علمنا هاد الشرطات كيف ما كتشوفوا هنا هذا هو القالب اللي حنا غنشتغلوا عليه نوري لكم بهذه الطريقه هذه
دابا هنا ندوزو نفصلوه في التوب وتشوفوا كيفاش غادي نديرو نفصلوه. التوب اللي غنشتغلوا عليه هو هذا كما كتشوفوا هنا، هذا سميتو موبرا زبيده من نوعيه ممتازه. بالنسبه له العبار اللي عندنا في هذا التوب هذا، عندنا في العرض من هنا لهنا عندنا 50 ديال السنتيم، على المنكب ديالو فيه 1.60 متر. الا كان المنكب قل من هذا القياس هذا تياخذ التوب اكثر. حنا تنوريكم غير شنو عندي باش تعرفوا شنو التوب، حنا تنوريكم غير شنو عندي باش تعرفوا التوب اللي غادي نشتغلوا عليه وتفهموا الفكره. بالنسبه هذا كنشوف له الماء ديالو، ها انتم الا لاحظتوا هنا هذا الماء طالع وهنا هابط. اذا هذا الماء اللي غادي يكون هابط عطى البريو هو اللي غادي يجي فيه هذا الراس هنايا، هو اللي غادي يجي باش يجي هابط، يعني ننتبهوا باش هذا يجي هابط، باش حتى نحط المخده يبان لي البريو تعطيني الورده فيها البريو اللي هي الواجهه. بالنسبه غادي نبداو نتراسيو، بالنسبه لنا انا تراسيت قبل ولاني غادي نبين لكم باش تعرفوا الفكره. غادي نجيو ونتراسيو يعني الخدمه باش نسهلوا الاموريه علينا. كما قلنا البريو اللي يكون هابط هو اللي غادي يكون فيه هذا التوب اللي كاين هنايا. هنا تنحط غير هذا الشكل هكا بهذه الطريقه هذه، تنتبه الماء وتنتراسي عليها. هنا من بعد ما تراسينا تنعلمو بالسيلو بهذه الطريقه هذه، هاد الرشمات اللي حنا لانه هما اللي غادي نحتاجو يكون فيهم لاستيك بهذه الطريقه هذه. ومن بعد نفصلو كما هكا، فصلنا عندنا 8 ديال القطاع اللي هما اشتغلنا عليهم. من بعد تنفصل الفصله ديالي هذه القطعه الاولى. نفصل باش ما نطولش عليكم، نفصل القطعه الاخرى ونكملوا الفيديو. هنا من بعد ما ساليناهم هما هادو كما كتشوفوا هنايا، عندنا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه، عندنا 8 ديال القطع ولا 8 ديال البياسات اللي عندنا من هادو، هما اللي غادي يعطيونا الدائره ديالنا. بالنسبه انا الفصاله فصلتهم بالحبه، انتما بالنسبه لكم طوي التوب على جوج، يعني التوب طوي على جوج بحال هذه الطريقه نوريكم بحالاش، يعني قبط التوب بحال هكا. الا في حاله ما مع المده من تحترف وتوصل لواحد المجهود قبط التوب يعني كما كتشوفوا هنا، ها هو هنا، وكطويه على جوج بهذه الطريقه. وديك الساعه فصلهم بجوج، الدوره ديالك فصلها، والعلامه علم غير ربعه الفقه لتحت، ما تحتاجش انك تعلمهم لان غتلاقي وحده فيها العلامه ووحده ما فيهاش، وتجيك ساهله في الخدمه ديالها وفي كل شيء. دابا انا باش وريتكم هذه الطريقه غير باش نسهل عليكم الاموريه وتشوفوني كيفاش درت فصلتهم. ندوزو دابا ان شاء الله للخياطه. بالنسبه للخياطه غادي نحاول نلاصق كل قطعه مع اختها بشكل عادي بسم الله بهذه الطريقه هذه. هنا تناخذ هي السنتيم ديالي اللي كنت خديت قبل، نشوف الطرف فين درتو باش نسهل لكم الاموريه. يعني ها انتما هاد السنتيم اللي انا درتو في الاول بالخياطه كما كتشوفوا هنا، هو الخياطه اللي غادي نقبض باش تعطيني القياس حر دراسي. ننظر عليها ولكن الى لاحظتوا ها انتم شوفوا معايا، كنجي هنا وتنوقف هنا في هذا المكان هذا،
تنوقف هنايا في هذه البلاصه، ما تنوصلهاش لهنا للراس، تنوقف غير هنا باش تعطيني هاد الحله، باش دائما ما يجينيش هذا طويل بزاف. وغادي نكمل القطاع الاخرى كامله كما كتشوفوا. هانتوما لاحظتوا حتى هنا حد هنا ووقفت، يعني تجيب الخياطه وتنوقف هنا باش نولي نرجع هنا الطرف كله يتلاقى هنا، تنوقف تنجي هنا ونوقف هنايا باش هنا يتحد ويبقى لي في نفس الطرف كاملين. نساليهم ونوريكم كيفاش غادي تجي. هنا من بعد ما دورتهم كاملين بقى لي هاد القطعه هادي الاخرى، هي غنلاقيها هانتوما. الى شتو معايا كلهم جاو محيين من هنا، والى قلبنا حاولنا نقلبو ما غنلقاوش هذه غارقه بزاف، لانه كنا جبناهم للراس غتجينا هنا بحال شي حفره هنا لداخل باش جينا. ها هي كما كتشوفوا هنا جات مبينيه. دابا هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولوا نديرو دوك الطويات اللي هما غادي يجيونا في المهده كيشتو الشكل ديالهم. غادي نستعملوا لاستيك هذا، بالنسبه لكم اي لاستيك غير يكون رقيق ماشي بالضبط. هذا اللي عندي انا تقريبا فيه سنتيم، واحد سنتيم هنا في العرض، ان سنتيم يعني ماشي حاجه هي. المهم انتما ديروا، حاولوا تاخذوا لاستيك من النوعيه الجيده اللي يكون تيتجبد مزيان، لان كاين لاستيكات في السوق رديئه الصنع، يعني 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 ماشي حاجه اللي هي مزيانه، يعني ماشي من نوعيه جيده. حاولوا تاخذوا لاستيك يكون مزيان تيتيرى مزيان وتحسوا بانه تيرجد فاش كتجرو تيردك هو، يعني كاين واحد النفس، لان كاين في السوق كتجرهم هكا كتلقاه خفيف ما كيعطيكش الخدمه وغادي يعذبك وغادي يخسر لك الخدمه اللي انت استعملتي مجهود باش تصاوبها وبالتالي تخرج لك والو. من الاحسن شوف لاستيك يكون مزيان. هادو العلامات اللي حنا علمنا هما هادو، اذا بهم غنبداو لاستيك. انتم بغيتو تبداو لاستيك من هنا حتى لهنا حرين، انا تنخدمه بهذه الطريقه هذه ديالي، يعني كل واحد وكيفاش يخدم. تنبدا قبل عندي الرشمه هي هذه كما كتشوفوا، وعندي رشمه هنا هي هذه، هذو هما الرشمات اللي انا علمت قبل اللي كيوريتكم قبل. تنبدا من هنا من الفوق عادي هكا عادي حتى كنوصل للرشمه وكندير لا ريتمو. اذا هنا كاينه الرشمه الشرطه وكنجبد لاستيك كنجرو مزيان مزيان ما كنحنش فيه، كنجر مزيان حتى للبلاصه فين كاينه الرشمه الثانيه، وتنخليه عادي وتنجي لهنا وتنرجع عادي صافي. كيف خدمت في هذه؟ كنخدم حتى في الثانيه. عندي ما شفتو عندنا الشرطه هي هذه، والشرطه هي هذه اللي هنا علمنا في الفصاله. كنجي حتى ليها وكنديرها وكنبدا تجبد من الشرطه اللي انا علمت حتى الخط اللي انا علمت عليه بالستيلو ولا بالقلم. ها هو ندير لها ريتمو صافي عادي ونكمل. يعني هكا غنخيط هادي ونخيط هادي، غنخيط هادي وهادي 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 كلهم، غندور عليهم لاستيك باش ما نطولش عليكم ونوريكم كيفاش جات. من بعد ما ساليت هانتوما درنا لاستيك في 8 د المناطق كلها دورناه عليها كما كتشوفوا هنا، يعني كامله دارت بلاستيك. دابا تنقلبها يعني كما هكا ونعمرها بلاواط. لاواط اللي غادي نستعمل غنستعمل لاواط فيبر اللي هو غتشوفوه دابا نيت نوري لكم. لاواط هو هذا الحبوب كما كتشوفوا هنا، هو هذا، ومن الاحسن تستعملوا هذا، هذا هو اللي كيجي فيهم مزيان.
الا درتو الاخر ما غاديش يعطيكم الطلع وما غيعطيكمش حتى المخده في الزينه ديالها المزيانه. من الاحسن استعملوا هذا، هو هذا لاواط، هذا استعملوه. غادي نعمرو المخده ديالنا ونشوف الطريقه اللي غتجيني مزيان وما تبان لكم ونتساعد بها. نحاول نبدا نعمر ونبدا نتسارى عليها بشكل دائري. مع المده راكم تفهموا الفكره، فهمتي؟ واخا تشوفوني انني تنعمر انا هكا، نتوما راه غتفهموا الفكره من بعد وغتجيكم عاديه. تبدا تنعمر حتى نشوفها بدات تعمر مزيان، تنتسارى وفي نفس الوقت راه تندفع. تقريبا هذا هو القياس. كنولي كنجمع بيدي هكا بهذه الطريقه هذه، وكنتاكد كنشوف واش مزيانه، يعني كنطلع على هذيك الطله كنشوف واش مزيانه. هكا راه مزيانه، غادي نزيدها غير واحد شويه. يعني مع المده كما قلت لكم غتفهموا الفكره، هي غير عينك ميزانك وتولي عندك المخده عاديه. دابا هنا انا عمرت المخده قديتها صوبتها، شنو غادي يبقى لي؟ هانتوما شوفوا معايا، غادي نستعمل هذا الخيط ديالي العادي كما دائما باش ما يوقعكمش العكوس، باش تفهموا الفكره. وغادي نجي هنا وغادي نجر الخيط وغادي نكرره واحد العدد المرات، يعني بحال هذه الطريقه هذه عدد ديال المرات، ماشي بالضبط شحال ولا هذه، انا كنوريكم شنو باش تنخدم. ونحاول يكون الخيط قوي، يعني يكون متين نضوب له واحد العدد المرات ونخليه يكون متين باش ما يتقطعليش فاش نكون تندير لي بلي البليات. اذا دابا ندوزو نبليو به وتشوف البليات هما هكا، شوفوا هانتوما. غادي نبدا عندنا الخياطه هنا، غنبدا من هذا المكان هانتوما من هنا. بسم الله، نعاود جوج غرزات وخا فيها العقده. غادي ندير بليه هنا وبليه هنايا، هنا بليه والخيط ناكل غير شويه ديال التباه، راه كنهز غير شويه التباه واحد النسبه قليله هاك نمشي معاها. انا كنوريكم الطريقه اللي انا اشتغلت بها، تتبقى الحريه ديالكم نتوما فاش تبتكروا اللي بغيتو وتخدموا كي بغيتو، انا ما عنديش مشكل. المهم انا هي تنوريكم هنا كي درت انا خدمت. هنا انتهيت، سهلة، ما كاينش شي حاجة صعيبة. ومن بعد نجبد، هي غتستعملوا شوية ديال القوة، يعني خصها ضروري. ومن الأحسن كيما قلت لكم الخيط يكون قوي. هنا ندير العقده ديالي، نعاودها ونحاول نقاد البليات ديالي اللي عندي
هنا باش ما يديرولوش تعرقيل في الخدمه. نقادها بحال هكا، ها نتوما شفتو معايا، باش يتفرق داك لاواط في واحد البلاصه. نحاول ندير واحد الغرزات خفاف باش ما تحلش العقده، لان راها مجموعه كثير يعني بزاف. نعاود ندير غرزه اخرى وحده اخرى، وعاد نحزم. من بعد تنخرج الغرزه جا واحد البلاصه مكان اخر. هنا انتهيت، دابا غيخصني إبرة من النوع الكبير، من الحجم الكبير. اللي هي هذه، يعني من الحجم الكبير يكون إبرة كبيرة كما كتشوفوا هنا. عندنا هاد الصداف، نتوما كتبقاو حرين، ديروا بروشات، ديروا اللي حبيتو، كتبقى الحريه ديالكم. غادي نولي هاد الخيط هذا نكرره واحد العدد المرات كما درت باش صاوبت كما صاوبت هذا، ومن الاحسن يكون غليظ باش ما يتقطعليش. وهذا ندوبلو هكا يجيني غليظ ومزيان باش ما يتقطعش. من بعد تنديرو هنا الاول كما كتشوفوا هنا، هنا تندخلوا مد المكان الخيط هو هذا كما تشوفوا هنا، وتنديروا حتى يخرج مع الثقب هذا اللي هنا الا كتشوفوا معايا. ها هو خرج، واش غادي تدخل هنا؟ ها هو دخل. تنولي ندخل هذه من هنا، دخلتها من هنا، وغادي نولي نردها هكا باش تخرج من هذا المكان نفس الثقب. ها هي خرجت. انتبه هنا باش يدور لي هذا. هو هنا، ونضغط ونجر، نضغط ونجر حتى نتأكد بأنني لوي عليه. ومن بعد ندير الحزمات ديالي كما كتشوفوا هنايا.
انت هنا ها هما بهذه الطريقه هذه، وكيجي الشكل ديالها كما كما كتشوفوا هنايا. نتمنى انه يبان لكم، يعني هنا كاين عندنا لي بلي وعندنا هنا الفينيسيو. الطريقه الصحيحه ديالها هي هذه باش تخدمها، ما عندكش شي طريقه اخرى باش غديرها، وحتى الا درتيها غتلقى صعوبه، لان غتلقى يبقى فم لهنايا وخصك تخيطو بيديك وتجيبهم فيني، غتلقى مشاكل، يعني غتكون شويه صعيبه في الخدمه ديالها. الشكل النهائي هو هذا كما كتشوفوا هنا، جات على هذا الشكل هذا. عندنا هذا الوجه تيبان لنا سامبل وتيعطينا حتى الفينيسيو، وكتبان حتى الشكل ديالها رائع، وكتزينا حتى زينه الصالون، يعني كتبان الشكل ديالها تبارك الله تيجي غزال. بالنسبه ملينا مع هذا الشكل كنحاولوا نديروا نبينوا حتى هذا، وتا هو فيه لي بلي وفيه هاد التنيات كما كتشوفوا هنا. المهم حاولت نقدم لكم هذه الحلقه هذه، نتمنى انها تعجبكم، والا كنتو استفدتوا من هذا الدرس هذا ما تنساوش لايك، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك الا كنتو اول مره تشاهدوا القناه، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمه الله.